العاصفة بقيادة غياث الهلالي. أكد النتيجة للمراكز الستة الأولى، بينما الشاهينية في المركز السابع لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. المركز الثامن جياشة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة سهيل بن مبارك بن مرخان يحتل الآن المركز الثامن. المركز التاسع هملولة، المركز العاشر هملولة لهجن الرئاسة بقيادة علي بن جميل الوهيبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو المسار لانطلاقة هذا الشوط من خلال وجود هذه الأسماء في كوكبة التنافس في الثنائي لانطلاقة ثاني أشواطنا الصباحية لهذا اليوم من مسافة 6 كيلومترات للكبار ومع الكبار في منافسات هذا الشوط. إصرار ليس بعده إصرار على نيل الفوز والانتصار، العودة إلى الشاهينية، العودة إلى الشاهينية من تقدمت واحتلت المركز الأول. وهنا من خلال هذا التحدي بدلت المسار، بدلت الأجواء إلى المركز الأول. ما شاء الله، هذه أمامكم الشاهينية، هجن العاصفة تتقدم في هذه الانطلاقة بالمركز الأول وبصدارة الشوط مع المضمر غياث الهلالي. تتقدم لهجن العاصفة، بينما الشاهينية تحتل المركز الثاني لهجن العاصفة. بينما في التضمير وفي التدريب يأتي كذلك غياث من يتواجد ليحتل هذا الموقع. المركز الثالث تتواجد سرابة بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. وفي التضمير والتدريب ياتي المضمر محمد بن سعيد بن حلوة الشاب الرشيق يتقدم، حيث سرابة سجلت في الأسبوع الماضي هنا بنفس الشوط ناموسا يستحق في أداءه الجميل. بينما نتابع المركز الرابع، وصلت أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة أحد خبراء التضمير طارش بن مبارك بالقبع يقدم لنا هذه الأفراح. بينما هناك حيلة تتواجد، ومن لديه حيلة فليحتال. تقدمت حيلة بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم والمضمر الخبير مسري بن سالم بالعرطي الحميري سحابة تتقدم نحو المركز السادس لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي بقيادة سالم بن هزيم المسافري. هنا في خلال هذه اللحظات أحد المضمرين الشباب القادمين، وهناك هملولة قادمة لهجن الرئاسة تتقدم نحو المركز السابع بقيادة علي بن جميل الوهيبي. والقادمة هنا في هذه الانطلاقة من خلال تواجد شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، ندى تستجيب للندى إلى المركز الثامن بقيادة سعيد بن عبيد الحميري. وتاسع المراكز هملولة لهجن الرئاسة والظافر علي بن جميل الوهيبي يضمرها. المركز العاشر جياشة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سهيل بن مرخان الاكتبي في التضمير. هذه النتيجة للمراكز العشرة الأولى، تبديل طفيف وخفيف على مستوى هذا الشوط، ولكن الحول هنا في الانطلاقة في هذا الأداء الجميل في هذه المشاركة الأصيلة. نعود إلى البداية والخبرة لا زالت، والتقدم مع الشاهينية بشعار هجن العاصفة هي المسيطرة المتحكمة بزمام الأمور المتحكمة بأدائها الجميل. الآن هي على المقدمة، كذلك المركز الثاني الشاهينية بشعار هجن العاصفة. الثنتين مشاهدين الأعزاء بقيادة المضمر هنا من خلال الأداء والمتابعة غياث الهلالي. بينما سرابة في المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم والمضمر محمد بن سعيد بن حلوة. ويشوف المركز الرابع ندى تنضم إلى قائمة المنافسة، إلى قائمة الذهب، إلى قائمة الخماسية. هذه ندى لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري يضمرها. المركز الخامس حيلة، واصلة حيلة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم المضمر مسري بسالم بالعرض الحميري. هنا
هناك افراح لاسم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم سادسا مع المضمر طارش بن مبارك بالقوبع. سحابه هنا تتقدم الى المركز السادس، سحابه في المركز السابع لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولكن وصلت هملوله، هملوله لهجن الرياسه تتقدم الى المركز السابع مع المضمر علي بن جميل الوهيبي. هنا في هذه الانطلاقه جياشه تقدمت بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان يضمرها. هذه النتيجه للمراكز المتقدمه، للمراكز الحائر الطائر في هذه المنافسه، في هذه الانطلاقه الثانيه والرئيسه بالنسبه لهذه الحول اللي تنطلق، التي تبحث عن ناموس يتجدد واداء جميل. ولكن الشاهينيه لا زالت في المقدمه، لا زالت في المقدمه. 1200 على خط النهايه، الشاهينيه للعاصفه، الشاهينيه للعاصفه هي من تقود المسار حتى هذه اللحظات. الشاهينية مسيطرة، الشاهينية مسيطرة في المدى بالمشاركة بقيادة غيات الهلالي. سرابة تحاول على المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها محمد بن سعيد بن حلوة. والشاهينية للعاصفة ثالثا مع غيات الهلالي. هذه الثلاثية، هناك المركز الرابع هملولة لهجن الرياسة في رابع المراكز، ولكن خلاص الشاهينية والشاهينيه طارا 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 بناموس هذا الشوط، وسارا الى المقدمه، سارا الى الركب الاول بقياده الكاميرا ون، الى الصداره، الى القمه. لا زالت في الاداء الجميل الشاهينيه معلن الفوز في هذا الحضور، في هذا الحضور الصباحي الجميل بعدما انتهت مرحله الشوط الاول لهجن العاصفه. هنا في الانطلاقه الشاهينيه والشاهينيه، وسرابه ثالثا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. الثلاثية الخطيرة، الثلاثية المثيرة، الشاهينية للعاصفة بالمركز الأول، الثلاثية والشاهينية، الشاهينية على المركز الأول والمركز الثاني للعاصفة وهجنها، للعاصفة وهجنها. نادي هذا الفوز لجماهير العاصفة، عشاق العاصفة، لعشاق هذا الشعار الملكي للمرة الثانية بثنائية في انطلاقة هذا الشوط بين الشاهينية والشاهينية لهجن العاصفة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث وصلت سراب لاسمو الشيخ مكتوم بن حمدان رايد المكتوم. المركز الرابع هملوله لهجن الرياسه. المركز الخامس هملوله لهجن الرياسه. هكذا ايها الحفل الكريم مشاهدينا الاعزاء للمراكز الاولى المتقدمه من خلال هذا الانطلاق وهذا التنافس. نعود الى البدايه، نعود الى مجريات الشوط حيث التوقيت الزمني امام حضراتكم على شاشه دبي ريسنج. هنا في الانطلاقة بتسع دقائق 36 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثواني كانت شاهينية لهجن العاصفة هي من تسيطر على ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني أيضا الشاهينية لهجن العاصفة من خلال هذا التواجد والتحدي والمنافسة، وكذلك التهنية للمضمر غيات الهلالي بتسع دقائق 36 ثانية، ستة أجزاء من الثانية. بينما سرابة حلت المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم في دائرة المنافسة الذهبيه بتسع دقائق 37 ثانيه وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، والتهنئه للمضمر محمد بن سعيد.